والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني وجودي النهارده في قناة الصحة والجمال، القناة التي تتحدث عن نفسها فهي فعلا قناة الصحة والجمال. ويشرفني وجودي في برنامج هي دي مصر بقيادة الدكتور أيمن الشرقاوي، وتحياتي للأستاذة صفاء بدوي والمخرج البرنامج وجميع الكاست. معايا ضيفين محترمين جدا، الأستاذ أسعد حسن والاستاذ تامر. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذ اسعد هو المحامي بالاستئناف، شرفتنا حضرتك. اهلا وسهلا بيك. ممكن حضرتك تعرف للساده المشاهدين من هو الاستاذ اسعد وما علاقته بسوهاج؟ في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بادئ ذي بدء اتقدم بالشكر طبعا الى فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقوم به من مبادرات ومجهودات في مواجهة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، كما أتقدم بمزيد من الشكر والتقدير إلى معالي السيدة الدكتورة الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة، وعلى ما تقوم به أيضا مبادرات في ظل القضاء على فيروس كورونا. أتقدم طبعا بصفة خاصة الشكر والتقدير إلى الجيش الأبيض ابتداء من الرائدات الريفيات والممرضين والأطباء. لو أنا هتكلم عن علاقتي بقرى الصعيد أو قرى صعيد مصر، أنا نشأت في قرية تسمى بقرية الشاولة، عربة أبو كريشة، مركز المنشاه، محافظة سوهاج. محامي بالاستئناف وعضو لجنة الشؤون السياسية بالنقابة العامة للمحامين. تشرفنا بحضرتك يا أستاذ أسعد. أستاذ أسعد، حضرتك كنت وضحت لي قبل التصوير إن في دور إيجابي لعبته المرأة بسوهاج، دور عظيم، ممكن حضرتك توضحه لنا وتوضح لي كمان الدور الإيجابي اللي لعبه الشباب في مواجهة فيروس كورونا؟ في الحقيقة المرأة الريفية يعني لعبت دور كويس في مواجهة فيروس كورونا. شفنا دور الرائدات الريفيات في دور التوعية والحس المواطنين والأهالي عن طريق الإذاعة المتنقلة في السيارات وإذاعتها في المساجد وفي الأماكن المخصصة للإذاعة. المرأة طبعا لعبت دور برضو في توعية برضو المواطنين وكيفية طبعا الوقاية. كان شفنا طبعا الرائدات الريفيات، التوعية اللي عملوها في القرى عندنا، شفنا مبادرات للشباب، شفنا مبادرة زي مبادرة التطهير، هي تطهير المساجد وتطهير دور العبادة وتطهير المدارس وتطهير المستشفيات، وشفنا مبادرة محاربة الغلاء اللي هي يعني أحد الشباب طبعا آمن بموضوع مبادرة محاربة الغلاء، إن هو عمل توفير سلع عن طريق موافقة الجهات الخاصة والجهات المعنية، عن طريق وزارة الصحة، عن طريق الطب البيطري، عن طريق وزارة التموين، وده كان عبارة عن السيارات المتنقلة في القرى ولتوفير السلع من دواجن ولحوم وأسماك. وبالنسبة أستاذ أسعد للسيارات المتنقلة، ده بيبقى وقت الحظر ولا بعد انتهاء وقت الحظر؟ هو السيارات المتنقلة ديت في المبادرة بتبقى قبل انتهاء وقت الحظر، بتلف طبعا في القرى والنجوع لتوفير السلع، وتبقى عربيات واقفه في اماكن مخصصه والمواطنين طيب بيقبلوا. استاذنك بس استاذ اسعد، حضرتك قلت لي ان الايجابيات الموجوده كلها ما شاء الله في كره الصعيد، دي حاجه تشرف مصر كلها، وشاكره لحضرتك في ايضاح دور الشباب ودور المراه المصريه. والنواب طبعا حضرتك قلت لي ان هم كمان كانوا بيعملوا اشياء ايجابيه، منها عربات بتنقل الحالات في وقت بعض الحظر. هو فعلا كان في طبعا احد النواب طبعا قام بمبادره اللي هي نقل الحالات الحرجه قبل رفع حاله الحظر، وده كان عن طريق ان هو توفير سيارات لنقل الحالات الحرجه بعد الحظر. طيب ده بالنسبه للايجابيات اللي حصلت في مصر وفي الصعيد. بالنسبه بقى للاستاذ تامر، شرفتنا استاذ تامر. حضرتك كنت عايش في السعوديه؟ كنت عايش في السعودية، ودراستي وتربيتي وكلها عشتها هناك في السعودية، لأن والدي كان مدرس هناك الله يرحمه. وعمل حضرتك؟ أنا محاسب وخبير مالي. طيب حضرتك شفت إيجابيات وسلبيات كمان وانت خارج مصر، شفتها برضو جوه مصر، حضرتك تقولي إيه السلبيات اللي ضايقت حضرتك وانت موجود
سواء جوه او بره في التعامل معاك كمواطن مصري كان مغترب؟ والله انا من ناحيه ان انا عشت وتربيت في السعوديه ودراستي كانت هناك وما شفتش يعني السلبيات لا تذكر تعتبر، لان انا كان اعتبر متربي في وسطهم، كان مدرسيني من الجنسيتين المصريه والسعوديه. طب اسمح لي، ايه اللي زعلك بقى من الدولة الشقيقة الكويت؟ طبعا الكويت الحكومة الكويتية لا تبث بصلة لأي سلبية، طبعا احنا الحكومة نبقى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي يعني نكن لهم كل حب وتقدير واحترام، والشعب المصري لا غنى عن اخواننا الكويتيين، والكويتيين لا غنى عنهم عن الشعب المصري. طيب حضرتك قلت لي ان في فنانة حضرتك سمعت عن هي المداخلة اللي عملتها الفنانة حياة الفهد، هي عملت مداخلة يعني أساءت فيها لنفسها أول حاجة، وأساءت للوافدين إن هي بتقول إن إحنا نرميهم في الصحراء أو زي ما هي قالت نجطهم في الصحراء. طبعا الوافد ده ما جاش البلد دي إلا هو جاي عشان يخدم المجتمع اللي هو عايش فيه. أنا هكمل على كلام حضرتك. هي الفنانة حياة الفهد نسيت دور مصر الإيجابي وقت ما كان فيه احتلال من العراق للكويت. مصر كانت فاتحة بيبانها كلها، كل بيت في مصر كان بيستقبل العائلات الكويتية كأنها عائلة مصرية، ما كانش فيه اختلاف لا في التعاملات. ودور الجيش المصري كمان لا يعني ما حدش يقدر ينكره نهائي. الجيش المصري حافظ على الكيان الكويتي، الجيش المصري حافظ على الحدود الكويتية، الجيش المصري حمى الكويت من أي حاجة ممكن يتعرض لها الشعب الكويتي قبل القيادات العليا في الكويت. أنا بس عايز أقول أوضح لحضرتك حاجة. اتفضل. الشعب الكويتي مش ناسي فضل الحكومة أو الجيش المصري اللي قامت بيه في وقت الأزمة اللي مرت بيها وهي العدوان على الكويت. تمام. من دولة شقيقة. بس في ناس وهي قلة طبعا زي الفنانة، وهي المفروض ان هي فنانة يعني تكون منتبهة لمداخلاتها ومنتبهة لكلامها، اللي هي يعني ما تحاولش ان هي تشوه صورتها يعني. يا جماعة انا عايزة اوضح حاجة، احنا هنا مش بنتكلم بانتقاد عن فنانة كشخص، احنا بننتقد اسلوب المفروض ان هو ما يصدرش من فنانه، اذا كانت الفنانه حياة الفهد او اذا كانت الاستاذه صفاء الهاشم او اذا كان مبارك البغيلي. هي ما تمثلش، عشان ما نبقاش بنتكلم عن فرد لوحده يعني بس. معلش ما تمثلش يعني الفنانه دي او صفاء الهاشم او مبارك البغيلي ما تمثلش الشعب الكويتي ولا الحكومه الكويتيه الابيه. الشعب الكويتي بيكن كل حب وتقدير، انا ليا اصحابي وليا زمايلي بتواصل معاهم لحد يومنا هذا، ولما حصلت المداخلة دي يعني كلموني وقالوا لي يعني ده مش احنا مش كده، ولا احنا طبعنا كده، ولا احنا بنكره الشعب المصري. بالعكس الشعب الكويتي بيحب الشعب المصري، هو مش ناسي افضاله، لان الشعب المصري ده ساهم سواء شاءت او ابت في البنية التحتية لبناء الكويت، من مدرسين ومن مهندسين من دكاترة بيساهموا لغاية وقتنا هذا، يعني الدكاترة والممرضين لغاية وقتنا هذا بيساهموا في محاربة الوباء اللي موجود في الكويت. أنا بشكر حضرتك لكلام حضرتك. وهي المشكلة يعني إن هي لو بصت حواليها، يعني هي المشكلة لو بصت حواليها هتلاقي المدرس وهتلاقي الدكتور وهتلاقي الممرض وهتلاقي العامل اللي هو جاي. معنى كلام الأستاذ تامر. اسمح لي أستاذ تامر، إن إحنا والكويت جسد واحد. لا يتجزأ. شعب طبعاً. واحد لا يتجزأ. جسد واحد أو شعب واحد الاتنين، بمعنى إن إحنا ما ينفعش نتخلى عن بعض. ما ينفعش حد فينا يغلط في التاني، ما ينفعش. احنا بنكمل بعض في كل حاجة، نكمل بعض في التجارة وفي الصناعة واحنا أمة واحدة مترابطة متناسقة، ما ينفعش ان ما يبقاش بينها تناغم، ما ينفعش. الشعب العربي كله بيعترف بان مصر هي أم الدنيا، مصر هي أم الدنيا، ما فيش حد يقدر يغلط في مصر. وكلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكرمه الله، قال مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وهتفضل قد الدنيا. هتبقى قد الدنيا وهتفضل قد الدنيا، مع كلام الأستاذ تامر ومع كلام الأستاذ أسعد إن مصر فعلاً قد الدنيا هتبقى أم الدنيا. كلمة قالها رئيس مصر اللي بنكن له كل الإعزاز والإحترام والتقدير. الأستاذ أسعد هرجع لحضرتك تاني، وعايزة حضرتك تقول لي من النواب لحضرتك شفت له دور إيجابي وأثر مع حضرتك جداً، عشان في الوقت اللي إحنا فيه ده في ناس كتير بتقولك فين النواب؟ راحوا فين؟ سايبيننا ليه في اللي احنا فيه؟
في الحقيقه طبعا احب ان انا اذكر طبعا دور النائب فيصل الشيباني. شفنا المبادره اللي انا اتكلمت عليها من شويه اللي هي ان هو خصص السيارات لنقل الحالات الحرجه بعد رفع الحظر. والحقيقه تدخل في عندي مستشفى في المنشاه اسمها مستشفى المنشاه المركزي، عمل تطوير وحده الغسيل الكلوي، استطاع طبعا معالي النائب ان يحصل على 7 أجهزة للغسيل الكلوي لتطوير وحده الغسيل الكلوي. ايضا في دور طبعا لراجل اعمال طبعا من سوهاج ومن المنشاه، يعني دفع بالجهود الذاتيه مبالغ وعمل وحده الغسيل الكلوي بالمنشاه. ده دور النواب اللي هو ظهر طبعا في الاونه الاخيره مع طبعا محاربه فيروس كورونا والتدابير الاحترازيه التي تتخذها الدوله تجاه المسؤولين وتجاه المواطنين وتجاه النواب. طيب استاذ تامر، حضرتك توجه كلمه باختصار شديد وبايجاز لاي حد يحاول ان هو يتكلم عن مصر باي سوء، وطبعا الاساءه لابن من ابناء مصر، معنى كده ان مصر كلها لازم تتكلم وتقول ده ما ينفعش، حضرتك هتقول ايه؟ طبعا انا بوجه رساله لحالات شاذة، يعتبر مش هنقول حالات عامة لأن ده ما يمثلش الشعب الكويتي ولا يمثل الحكومة الكويتية، إن بيحاول يتعدى أو يتطاول على الشعب المصري أو الحكومة المصرية، إن الحكومة أو الشعب عمره ما كان دورنا إحنا كمواطنين أو شعب مصري إن إحنا ما بنحاولش نتطاول على أي حد. بالعكس، إحنا أي حد بيجي لنا بنشيله فوق راسنا من فوق، إن كان كويتي أو إن كان خليجي أو أجنبي حتى، إحنا دايماً شعب مضياف وشعب بنحب الناس، ما بنحاولش إن إحنا نبين عداوة أو إن إحنا نعمل نسبب عداوة بيننا وبين أي شعب يكون أو أي عربي أو مسلم أو أي حد في المجتمع. لكن إحنا بوجه الرسالة دي للأخت صفاء والأخت صفاء الهاشم، وبوجه الرسالة دي للأخت حياة الفهد ومبارك البغيلي، أرجو منك إن أنت تتوقف عن اللي أنت بتعمله ده، لانك انت بالحاله دي. يا استاذ تامر انا بشكر حضرتك جدا 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 لايضاح النقاط السلبيه دي. عايز اشكر بعد اذن سيادتك الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات اللي هو بيقوم بيها، اللي بيبذلها بصفه شخصيه وبيهتم بالبلد. طيب، في وضع الكورونا، وبشكر الجيش الابيض وبشكر الجيش بتاعنا وبشكر الحكومه اللي بتسهر، وانا بشكر حضرتك وبشكر المواطن. الاستاذ اسعد شرفوني في لقائي بيهم النهارده، وبشكر الشعب المصري وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل اي حد، عشان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضح للعالم اجمع مش للدول العربيه بس من هي مصر، من هي مصر. واي حد هيحاول يغلط في مصر، اذا كان شاف خير مصر وانكره او شاف خير مصر وعمل نفسه مش شايفه برضه يعتبر انكره، لا احنا مش هنسكت، لان مصر ام الدنيا وهتفضل ام الدنيا. وباذن الله الكلام ده هيتحقق على ايد الشباب ويتحقق بالانجازات اللي بيعملها السيد الرئيس. وان شاء الله فاصل وهنلتقي بالشاعرتان الجميلتان مدام عبير القاسم اللبنانيه ومدام ميرفت الحسيني باذن الله. واحب اقول حاجة في الآخر، أقول يا رب يا عالم بحالي وغني عن سؤالي، أنا عبدك الغلبان، لا عاوز قصور من ذهب ولا تلال من مال، أنا عاوزك أنت السند في كربي وضيق الحال. وأشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دي مصر اللي طول عمري صبرة ومستنية، وبدعي ربنا أزورها وتاخدني في حضنها بكل حنية. هي دي مصر اللي ربنا أكرمني وحقق لي حلمي، وأنا دلوقتي وسط أهلها وناسها وبشكره على أجمل هدية. هي دي مصر أم الدنيا وأمي الثانية، اللي محفور بقلبي حبها من لما كنت صغيرة. هي دي مصر الرجولة والنخوة الكبيرة بشعبها المتواضعة بمساعدتهم ليا. هي دي مصر بشخص النائب الأصيل محمود جاد سليم، اللي ملوش مثيل وقفته جنبي أكبر دليل. هي دي مصر الدكتور أيمن الشرقاوي
وطالته البهية على قناة الصحة والجمال الفضائية المصرية لرفع رأس الأمة العربية واللي بدد آهات عبير اللبنانية. يسعد صباحكم، صباح الأمل، صباح السعادة، صباح الصحة، صباحكم جمال المصرية وجمال اللبنانية. أعزائي المشاهدين، أحبائي الكرام، في ظل الظروف الصعبة والأيام العصيبة التي يمر بها العالم بأجمعه، اسمحوا لي أن أبدأ فقرتي بالدعاء والثناء والاستغاثة لرب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن سائر البلاد هذا الوباء. اللهم ارحمنا واصرف عنا هذا البلاء الذي دمر العظماء وأرعب الأمراء وأرهق العلماء وساوى بين الفقراء والأغنياء والضعفاء والأقوياء. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أسدل عنا هذا الغمام، اللهم أسدل عنا هذا الغمام، وأعد إلينا السكينة والراحة والأمان والإطمئنان لتعود إلينا وإلى أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا راحة البال. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. يسعد صباحك صديقتي وزميلتي، بدي حييك حبيبة قلبي ميرفت الحسيني، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك عبير قاسم، نورتي بلدك مصر. تسلمي حبيبة قلبي، أهلا بك. بدي أسألك، شو عندك موهبة تقدمي لنا إياها لنكتشفها نحن والجمهور سوا؟ عندي محمود حميدة. قدم نفسك يا محمود. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا اسمي محمود أحمد حميدة. تشرف. بكتب شعر، بكتب شعر عامية وفصحى، بس أنا بكتب عامية أكتر يعني. وبكتب وبدأت أكتب قصة برضه الحمد لله. برافو. طيب في حاجة عملتها عشان تطور من شعرك ومن قصتك؟ بحاول على قد ما أقدر أطور من نفسي طبعا ومن فكري، وقدمت في مسابقة في جريدة اليوم الخامس والحمد لله ربنا كرمني وخدت المركز الثاني. طيب ممكن تسمعنا حاجة؟ إن شاء الله. ماشي، نسمع قصيدة زنازين الغرام إن شاء الله. يلا سمعنا. يلا سمعنا وسمع جمهورنا الأعزاء. سمعت منه ياما كتير وكان لازم يسكت ويجي عليها الدور. قالت له حبيتك وعشمتني بوعود، وكل مرة في رحيلك أبكي تمسح دموعي وتحلف يمين هتعود. قلت ياما حبيبي عمري ما هسيبك ولا يوم هنساك، مش دي وعودك ولا الزمان نساك. ما كانتش تعرف إنه جايلها أصلا عشان ينسى، وإنها مش الأولى وإنه رحال ملوش لا بر ولا مرسى، وهي وكل البنات اللي حبوه شايفينه ملاك، شايفينه ملك، لكنه أسير في مملكته وقلبه أصلا مهوش ملكه. إزاي هيوفي بوعود وقلبه أسير مع واحدة بتطير فوق ميادين البنات، ويمد إيده فما يطلهاش ينده عليها بأشعاره فيعشقوه البنات، ولأنه بيعاني من الوحدة فبيعدي معاهم الرحلة، وعند الرحيل بيسيبهم أسرى في زنازين الغرام ويهرب بعيد، ويسهر ويا القمر يستناها ترجع له بقلبه الحزين، وما تجيش فيرجع ويترمي في أحضان الحريم وينسى البنات، وينسى كل البنات اللي مستنينه يرجع ويوفي الوعود، وفي كل مرة من الرجوع بيكون قصيدها هي
ولم يقصد يوما أن يعود، وكل واحدة من البنات بتستناه يرجع لها بالتاج، وكل واحدة من البنات بتستناه يرجع لها بالتاج، وهو ما بيشوفش فيهم غير أسرى بيترجوه، والوحيدة اللي أسراه هي اللي بيشوفها ملاك. عند الرجوع عند الرجوع بينسوا البنات العتاب. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا محمود، شكرا، نورت وكلامك جميل جدا، وربنا يحقق لك احلامك وتطور نفسك من الاحسن ان شاء الله، وتقدم لبلدك مصر الاحسن ان شاء الله. نورتنا يا محمود، وان شاء الله نتبنى موهبتك ونساعدك على قد ما نقدر لتوصل لبر الامان وتوصل اللي انت نفسك فيه ان شاء الله. شكرا لكم ان شاء الله. تختمي؟ اعزائي المشاهدين نورتونا ومتشكرين، وبنحيي عبير قاسم من لبنان زميلة الصديقة، والاستاذ محمود الشاعر محمود حميدة، وبنشكر الاستاذ محمود جاد سليم والدكتور ايمن الشرقاوي ومقيمين على البرنامج، ولكم منا الف تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.